وصلنا بالنسبة للتابن انت هاي المعادلات اللي حكينا بالمحاضرة السابقة بالنسبة للتابن انت بالنسبة للاكسترنال فلو اوفر فلات بليت، وقلنا ان المعادلات هاي بالنسبة للمعادلة تربط بين سكانتر نمبر وبانتر نمبر وينو، وهذا رينج اللي هو 5 في 10 أس 5 و 10 أس 7، وهذا رينج شوية اللي هو بين 10 أس 7 و 10 أس 9 اللي بالنسبة للهاي نون نمبر. و بعدين عندي ال اذا بدنا نربط ما بين النصلت ونستخرج معادله تمثل العلاقه ما بين النصلت وانوب، ممكن على هنا نطبق هاي المعادله. طبعا تنطيك الافرج هي نفس المعادله اللي قبل شوي كنا مستخدمينها، ستانت نمبر في بوينت نمبر 2 على 3 يساوي لنا الفريكشن كوفيشنت على 2. وعندي اذا كان عندي الرينوم كريتيكال هي 5 في 10 اس 5 اوكي، ورينوم اصغر من 10 اس 7 اصغر من 10 اس 7، ممكن نستخدم هاي المعادله اللي هي ستانت نمبر افريج في بوينت 2 على 3 يساوي لنا هذه المعادله. هذه اللي هي تربط ما بين رينوم نمبر وستانت نمبر، هذه اللي اذا كان رينوم نمبر اقل من 10 اس 7. واحنا عندنا بالاصل عندنا ستانت نمبر يساوي نصلت على النون في بوينتر، فممكن نحول هاي المعادله الى علاقه اخرى تربط ما بين نصلت والنون. هاي العلاقه الاخيره اللي هي تعطينا العلاقه ما بين نصلت نمبر وما بين النون، بالنسبه تعطينا الافرج نصلت نمبر بالنسبه اذا كان عندي النون نمبر اقل من 10 او 7، اي ان هذه المعادله هي تعطيني ممكن نحسب من عندها الهي ترانسفير كوفيشنت النصلت او الاتش، ممكن نحسب من عندها الهي ترانسفير النصلت نمبر. بالنسبه لللامينا والتيمبريت لانه انون هو اصغر من 10 او 7، وطبعا انون الكريتيكال هي 5 في 10 اس 5 اللي هو الكريتيكال ما بين اللامينا والتيمبريت. فهذه ممكن تكون هاي معادلة عامة تشمل اللامنة والتيربلنت، ممكن نحسب من عندها النصل. إذا كان عندي العلاقة قلنا أو النون نمبر هو رينج مال تعالي بين 10 و 10 و 9 ونفس الحالة النون كريتيكال 5 في 10 و 5، ممكن هنا نحسب نصل نمبر من هذه المعادلة. طبعا هذه معناتها هذه تحسب لنا فقط لل التيربنت، ولكن هاي شامله ممكن تروح على اللامينات والتيربنت. اذا المعادلات الاثنين كلش مهمات بحساب النصر نمبر، ومن ثم نقدر من عندها نحسب الهيت ترانسفير كوفيشنت الافرج على الفلات بليت الثرو اوفر فلات بليت. اذا كان عندي النصر نون نمبر كريتيكال يختلف عن 5 في 10 او 5 بعض الاحيان او بعض الحالات اللي هو تكون النون نمبر كريتيكال اقل، هو يختلف عن 5 في 10 اس 5، فهو لابد انه يعطينا بالسؤال يقول النون كريتيكال نمبر يكون قيمته كذا، فيكون مختلف عن 5 في 10 اس 5. اذا ما اعطانا النون كريتيكال فاحنا ناخذها 5 في 10 اس 5. وهنا طبعا النون كريتيكال اذا كان يختلف عن 5 في 10 اس 5 فناخذ هذه المعادله اللي تكون معادله، طبعا هاي المعادله لها شروطها، هذه الشروط الثلاثه لازم تطبق اللي هو بوينت بين 0.7 و 380، بينما بين 2 في 10 اس 5 و 5.5 في 10 اس 6 هذا رينج بالنسبه لنا، و ميو فيسكوستي الفيسكوستي بالنسبه للفلو انفينيتي او على ديبند اون، يعتمد على درجه الحراره تي انفينيتي، والفيسكوستي للماء اللي يعتمد على درجه حراره الوول بالنسبه للبليته. فحاصل قسمتهم ذولي لازم يكون ما بين 0.26 الى 3.5. هذه اذا توفرت هاي الشروط الثلاثه ممكن نحسب النصلت من هذه المعادله، وبعدين نقدر نحسب الهي ترانسفير كوشنت اتش، اي ان هنا هاي المعادله هي لازم النون كريتيكال
النون كريتيكال خمس يخف يختلف عن 5 في 10 اس 5 ولازم النون مالت الرينج مالت النون ما بين 2 في 10 اس 5 و 5.5 في 10 اس 6 وهذا الرينج مالت الفانتو الرينج مالت وهذه يكون المعادله اكثر دقه تعطينا لانه بها هذه الشروط وتاخذ بنظر اعتبار التغير للفيسكوسيتي بالنسبه لتغير درجه الحراره ما بين الوول وما بين درجه حراره الماء بالنسبه للانفينيتي. طبعا هذه كلها اللي اخذناها المعادلات هذول المعادلات لحساب الهيت ترانسفير كوفيشنت هي معادلات تمثل الايزوثيرمال اي ان حراره السطح للبليت يكون ثابته ولكن اذا كان عندي كونستانت هيت فلكس اي انه الحراره المجهزه للسطح تكون ثابته هنا لازم نحسبها بهاي الطريقه اللي هو انه نصلت نمبر اللوكال راح يكون هو 1.04 في نصلت نمبر اللوكال اذا كان تي وول كونستانت اي انه نصلت في حاله الكونستانت هيت فلكس يساوي 1.04 في نصلت في حاله الايزوثيرمال نحسب النصف من المعادلات اللي حسبنا من عندها هسه اللي ذكرناها وبعدين نجي نحسب نضربها في 1.04 هاي باعتبار احنا تحولنا من الايزوثيرمال اي انه تي وول كونستانت الى الكونستانت هيت فلكس ناخذ مثال على هذه التيربلنت بالنسبه للفلو اوفر فلات بليت هنا اير ات 20 ديجري سنتيغريد اند 1 اتموسفير فلوز اوفر فلات بليت at 35 متر كسر يعني عندي هنا بليت فلات وعندي هواء بدرجه حراره 20 درجه سيلزيه وضغط 1 اتموسفير داي فلوز اوفر فلات بليت على هاي البليت داي فلوز وبسرعه اللي هي 35 متر في سكند the plate is 75 سنتيمتر لونج مطينا طول البليت and it's maintained at 60 degrees centigrade مطين درجه حراره الوول هذه constant درجة حرارة 60 assuming going to depth باتجاه Z direction calculate the heat transfer from the plate أعيد الـ Q المنتقلة من هذه البليت أول شيء نحسب الـ flow temperature اللي هي T wall زائد T infinity الماء على 2 واللي درجة حرارة الوول 60 زائد درجة حرارة الماء الهواء اللي هنا 20 قسمها على 2 تطلع عندي درجة حرارة هذه الفوم تمبرتشر ممكن ان نحسب الدنسيتي للماء الفلويد اللي هو البرجر على الار تي فهنا البرجر معطيني 1 اتموسفير هاي القيمه مالته وعندي الار هو 287 درجه حراره تي اللي حسبتها انها 313 راح تطلع عندي الدنسيتي للماء ومن هنا من الجداول او حق جداول عند درجه حراره 313 نقدر نحسب البروبرتيز للماء هذه اللي هي الفيسكوستي الكوندكتيفيتي كوانتر والسي بي وهنا بعد ما نستخرج هاي البروبرتي الماء تجي نجي نحسب النون نمبر النون نمبر هنا راح نحسبها اللي هي الدنسيتي على القانون مالت النون نمبر الدنسيتي 1.128 اللي هسه حسبناها والسرعه اليوم انفنتي اللي هو جي بها الماء 35 متر في سكند و 0.75 اللي هي ال طول الصفيحه ولكن حولناها من 75 سنتيم الى حولناها للمتر من سنتيم متر صارت اللي 75 سنتيم صارت 0.75 متر وهاي الدنسيتي الفيسكوستي اللي هي اخذناها من الجداول هذه راح يطلع عندي نون نمبر 1.553 في 10 اس 6 اللي هو شبيهنا هاي قيمة أكبر من 5 في 10 أس 5 هاي أكبر من 5 في 10 أس 5 إذا أنا وين بالتيربلنت إذا ممكن أستخدم هاي المعادلات اللي ذكرتها سابقا هذه المعادلة اللي قلنا عليها رينج مالتها اللي هو نون نمبر أقل من 10 أس 7 ممكن نستخدمها هاي الحالة هذا الشرط الوحيد يكون نون نمبر أقل من 10 أس 7 فهاي تعطيني الأفرج هي ترانسفير كوفيشنت فممكن استخدم هاي المعادله كلش مهمه باستخدامها بالنسبه للتربلنت راح نجي نحسب النصف نمبر اللي هو بانتر استلوث بانتر اخذناه من جداول هو 0.7 وعندي لينورد اخذنا العفو هاي القيمه 0.037 هاي كونستانت تنزل نفسه لينورد نخلي مكانه قيمته هذه القيمه ونرفعها لل 0.8 وماينس 170 تطلع عندي قيمه النصف نمبر 2180
من النصل نمبر أقدر أحسب هي ترانسفير كوفيشنت اللي هو النصل مضروب في كوندكتيفيتي على طول الصفيحة. فالنصل 2080 في الكوندكتيفيتي خدناه من الهاي بروبرتي 0.02723 ونقسمها على الأير اللي هو 0.75 راح يطلع عندي الهي ترانسفير كوفيشنت 79.1 واط أوفر متر سكوير سنتيغريد. هذه بعدها نقدر نحسب الكيو اللي هو الهي ترانسفير كوفيشنت مضروب في الأير المساحة للبليت مضروب في تي 1 ماينس تي انفينيتي. عندي الهي ترانسفير كوفيشنت حسبتها هي 79.1 وأضوها في المساحة. طبعا هنا عندي بعد واحد اللي هو الطول 0.75 متر ولكن البعد الثاني ما عندي فأعتبره واحد وأضوها في فرق درجة الحرارة اللي هو تي 60 ماينس تي انفينيتي 20 تطلع عندي الهيت ترانسفير اللي هي 2373 واط.